البنان كوربريت اريا هيد لأليكس ودلتا ريجن. انا بقالي 16 سنه انا دخلت البنك فريش جرادويت، دخلت كاتيلر، اشتغلت في الكاش اريا. بالنسبه لي الكاش اريا دي قلب القطاع المصرفي، اتعلمت ازاي اعد فلوس، ازاي اصرف شيكات، ازاي اتعامل مع كلاينتس، ازاي ابقى بريسايز عشان اقدر اقفل الكاستدي بتاعتي مظبوط. بعد كده اشتغلت اوبريشن اوفيسر في الفرع. بعد كده كان عندي باشن ان انا اجوين الكوربريت تيم، قدرت ان انا ابتدي ككوربريت سيرفيس تريد اوفيسر. خلال الفتره دي عملت الماستر وخدت الهوريزونتال كيرف بتاعي، كنت اسيستنت ار ام، بعد كده ار ام هيد اوف بزنس سنتر. انا حاليا بدرايف الكوربريت تيم في اليكس ودلتا ريجن. ما كانش سهل بالذات ان انا كل فتره بسيب فانكشن معينه انا اوريدي شغال بيها وملم بيها. الرساله بتاعتي ان سيلف موتيفيشن، وان انا يبقى لازم ان انا ازود الليرنينج كيرف بتاعي بصفه مستمره. ما تستناش حد ان هو يشجعك، انت لازم تشجع نفسك، وان انت تبقى فايتر، يعني مثابر بمعنى اصح. الحياه مليانه فرص يعني، فلازم ان انا ما اسيبش نفسي الاحباط، ولازم افكر ان على طول في مخرج يعني.